نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البطريرك ثيوفيلوس يرعى حفلة تخريج طلبة مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في الأردن. البطريرك فاتسابالا يترأس الاحتفال بمرور 35 عاماً على تأسيس الأمانة العامة للشبيبة المسيحية. بيجالا تحتفل باليوبيل الكهنوتي للمطران ويليام الشوملي والأب جهاد شويحات والأب لبيب دعيبس. كنيسة القديس بولس الرسول للاتين في جبيها تحتفل بعيد الصعود الإلهي. وفيها أيضاً عيد الصعود، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة في المزمور 71 وقال: صلاة كبار السن الجميلة التي نجدها في المزمور 71 تشجعنا على التأمل في التوتر الشديد الذي يسود حالة الشيخوخة عندما نتذكر صعاب الحياة وبركاتها، والتي تصبح امتحاناً للإيمان والرجاء فينا. صاحب المزمور الكبير في السن يذكرنا أن محنة المسن تنجم عن موقف الآخرين منه، قد يكون موقف خذلان له وابتعاد عنه وخداع له ومراوغته وترهيبه والإساءة إليه وحرمانه استقلاليته وسلامته حتى مسكنه. هناك في الواقع من يستغل المسنين بألف طريقة، والمجتمع مقصر في حمايتهم. مجتمعنا متقدم في أمور، لكنه غير متقدم في هذا المجال. لذلك يجب على المجتمع بأسره أن يسرع في تجديد التزامه لرعاية كبار السن. صاحب المزمور الذي رأى في شيخوخته هزيمة وضع يأسه بين يدي الله وصلى، واكتشف من جديد ثقته بالله. فالصلاة تجدد وعد أمانة الله وبركته في قلب كبير السن الذي يشهد على قوتها. كبير السن ينبهنا جميعاً أننا بحاجة بعضنا إلى بعض، وأننا أولاً بحاجة إلى الله. رأى غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة حفل تخريج طلبة الثانوية العامة لمدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في المملكة،
حضر الحفلة المطران خريستوفوروس عطلة وعدد من الآباء الكهنة وهيئات دبلوماسية وجمع غفير من أهالي الخريجين. وقد استقبل الطلبة عند دخولهم قاعة الاحتفال في المركز الثقافي الملكي على وقع عزف الفرق الموسيقية الكشفية. وبعد أن قدم غبطته التهنئة للخريجين، أعلن أنه أوعز إلى اللجان المتخصصة القيام بدراسة بعض المواقع في المملكة لبناء وتطوير مدارس متقدمة في كل من السلط والفحيص والصوفية والحصن وعنجرة وعجلون والكرك. واشتمل الحفل على كلمات لمديرة عام المدارس السيدة لين مدنات وللخريجين والخريجات. كما قدم كورال طلاب وطالبات مدارس البطريركية لوحات فنية من التراث الأردني الشعبي. بعدها وزعت الشهادات على الخريجين والخريجات. وفي الختام قدمت السيدة مدانات درعاً تكريمياً للبطريرك ثيوفيلوس الثالث على تواصله ودعمه لمسيرة العلم والثقافة والتعليم في الأردن. ترأس غبطة بطريرك القدس للاتين بيير باتيستيا باتسابالا القداس الاحتفالي الذي أقامته الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن، وذلك بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيسها. وشارك في القداس الذي أقيم على مسرح مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال دعيبس، والأب وجدي طوال المرشد الروحي للشبيبة، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات والشمامسة، وجمع من فعاليات الكنيسة وفرق الشبيبة القادمين من مختلف أنحاء المملكة. وألقى الأب طوال كلمة قال فيها: نعيش إيماننا ممتلئين فرحاً، نتغذى من كلمة الله والأسرار المقدسة. وفي عظة القداس أشاد غبطة البطريرك بالجهود الرائعة التي تقوم بها الأمانة لأجل خدمة الشبيبة في كافة الرعاية، لافتاً إلى أن هذا الجهد يعبر عن الإيمان المخلص بيسوع والمحبة الصادقة للكنيسة. ويشار إلى أن الأمانة العامة للشبيبة المسيحية تأسست في عام 1987 في عيد يسوع الملك، حيث تحتفل الشبيبة بعيد شفيعها، وقد جرت العادة أن يقوم سيادة المطران بهذا العيد بتوكيل مجموعة من الشباب ليقوموا بخدمة إخوتهم في الشبيبة من خلال عملهم كأعضاء في الأمانة العامة التي تقوم بوضع خطة سنوية إلى لجان مختلفة من أعضاء الشبيبة. اليوم 35 سنة لإنشاء الأمانة العامة، ومنعرف أنه الشبيبة المسيحية بدأت قبل ذلك في الأردن في سنوات الستينات مع سيدنا ميشيل لما كان في عمان كاهن رعية. الاحتفال هو للتجديد، لتجديد الالتزام الشبيبة، التزام الأمانة العامة، ونهضة جديدة خصوصا بعد فترة الكورونا، بعد توقف الكثير من النشاطات. الأمانة العامة تجدد نشاطها، تجدد التزامها، تجدد محبتها للمسيح وللكنيسة، وتبدأ بانطلاقة جديدة بهذا التجمع، خاصة مع وجود الأمانات العامة السابقة، ويظهر هذه الاستمرارية في الكنيسة، تظهر هذا الروح الجديدة والدم الجديد أيضا الموجود في الكنيسة، ودائما برعاية الكنيسة التي تشجع حركات الشبيبة للعمل ولخدمة الكنيسة ولخدمة مجتمعها. بداية بحب أهني الأمانة العامة والكنيسة بهاي المناسبة الكبيرة. 35 سنة من مسيرة الخدمة والعطاء في الكنيسة هي بركة ونعمة كبيرة من ربنا، ومن وبركة غمرتنا فيها السماء، لأنه الثبات ل 35 سنة هي نعمة كبيرة وسط هاي الظروف اللي احنا مرينا فيها، وخاصة في السنين الأخيرة، السنتين الأخيرات اللي بسبب أزمة كورونا حسينا أنه فقدنا التواصل مع الشباب والتواصل مع المؤمنين. فالجهد اللي عملوه الأمانة واللي حافظوا فيه على تواصلهم مع الشبيبة وتواصلهم مع الكوادر الموجودة حتى يكملوا المسيرة ويكملوا الخدمة كان شيء عظيم رائع، وبدل على عمل الروح القدس المتجدد في الكنيسة. فكل الشكر للكوادر القائمة على تعبهم، على كل جهود اللي بحطوها. ربنا يبارك تعب محبتهم ويثمر فيه دائما أكثر وأكثر، وعبال يوبيل الذهبي. اليوم إحنا مبسوطين كثير بالاحتفال اللي صار 35 على تأسيس الأمانة العامة للشبيبة المسيحية. 35 سنة فعلا من العطاء ومن الشغل، جهد الكبير لكل الأمانات السابقة الموجودين معنا اليوم كمان بالاحتفال. نعمة كبيرة إلنا أنه شاركنا غبطة البطريرك هذا الاحتفال، وسيدنا جمال كمان لأول مرة وهو مطران بيلتقي بشبيبة الأردن، وإضافة إلى عدد من الشخصيات كمان من مختلف المؤسسات.
المؤسسات الكنسية والكنائس الشقيقة، وإضافة للفعاليات الرعوية كمان المختلفة. بهذه المناسبة بحب أتقدم لكل شبيب في الأردن بأحر التهاني، بحكي لهم كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله لمزيد من السنوات من العطاء والخدمة في الكنيسة. اليوم إحنا كأعضاء أماني سابقين وأبناء شبيبة جايين نشارك أمانتنا باحتفال 35 على تأسيسها. شبيبة الأردن هي شبيبة شاهدة في مجتمعها، شبيبة تنهض بأفكار دائما جديدة. أعضاء الشبيبة إذا منشوف اليوم هم تبوأوا مناصب قيادية في البلد في مراكز أعمالهم، اليوم هم أيضا قادة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وأيضا كمان من نقابات، واليوم منشوفهم رياديين أعمال. اليوم إحنا من حقنا في الأردن نفتخر بشبيبتنا المسيحية الشاهدة والمؤثرة في مجتمعها. اليوم كمان احنا بنفتخر ومنجدد افتخارنا وانتمائنا لبلدنا اللي بنحتفل بالعيد 76 لاستقلاله، وهي مناسبة جدا رائعة وجدا مميزة انه يكون احتفال امانتنا مع احتفال عيد الاستقلال، وان شاء الله الايام الجاية تكون افضل واحسن للجميع. بحضور سمو الأمير غازي بن محمد مستشار جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس، وضع رئيس وزراء جورجيا السيد إيرالكي حجر الأساس لمشروع مبنى المركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس. جاء ذلك خلال زيارة الضيف إلى موقع المغطس، وشملت الزيارة موقع تلمار الياس والمغارة التي عاش فيها النبي يوحنا المعمدان والكنائس الأثرية في الموقع. وقدم مدير عام هيئة موقع المغطس المهندس رستم مكيجيان إيجازاً عن الأحداث الدينية الهامة التي شهدها موقع تلمار الياس. أقيم في كنيسة مار شربل المارونية بعمان قداس إلهي بمناسبة ختام الشهر المريمي والاحتفال بمرور 25 عاماً على الحضور الماروني في الأردن. حضر الاحتفال مستشار السفارة اللبنانية بعمان وعدد من أبناء الرعية. وفي عظة القداس تحدث الأب السويد عن الشهر المريمي والفضائل الإيمانية التي تحلت بها السيدة العذراء، مشيرا في عظته أن أمنا البتول تبقى العون الأكيد والملجأ الحصين لكل واحد منا. واللي عنده أم مثل أمنا مريم ما لازم يخاف، لأنه غلط إلا تحت ذيل حمايتك نلتجئ يا والدة الله القديسة، ونحن منطلب حمايتها وشوي بنعمل اللي براسنا. أنا بقول لكم إخوتي، إذا مشينا ورا مريم سوف تقودنا طوعا إلى الإبن والإبن إلى الآب، ولن يدركنا لا الظلام ولا العياء ولا التعب ولا الوهن، لأنه منعرف على مين عم نتكل. وبعرف إنه أمنا اليوم حاسي إنه ولادها عايشين زمن صعب، ابنا عايش ذات الزمن، ما وعدنا ابنا بولا شيء ما هي وهو عشوه بعمق عشوه. بدي أقول لكم إخوتي، نعم اليوم في عنا تحدي كبير اسمه وصية يسوع. كيف بدنا نعيش الوصية؟ بقول لكم ما فينا ناخد من الوصية اللي هي الكتاب المقدس وصية ربنا لإلنا ونقول حبه. ايه، اذا بتعرفوا تاخدوا كلمة حبوا مثل ما انا حبيتكن للآخر وتغوصوا فيها، انا بقلكن اخوتي لا خوف عليكن. ليش؟ لانه مبدئيا اللي قالنا حبوا مثل ما انا حبيت مثل ما انا حبيت مثل ما انا حبيتكن، بتصور كان عارف شو ناطرنا. بس وقت اللي نحن اخوتي مننسى الوصية ومننسى اللي وصى ومننسى أكتر وأكتر الدروب اللي هو مش عليها، وبدنا نمشي الدروب على راسنا، ومثل ما نحنا هيك عطبطابنا مثل ما منقول، بتصور مش رح يمشي الحال. أنا اليوم بدعيكم إخوتي لأنكم تغامروا تعرفوا إنه مقياس المحب نحب بلا مقياس. بدنا نحب لحد الوجع، بدنا نحب ونغوص أكتر وأكتر، بدنا نحب، والمعادلة بدها تكون نحب مثل
محب يسوع. وفي ختام القداس الذي سادته أجواء من الخشوع، قام المشاركون بدورة احتفالية في باحة الكنيسة حاملين تمثال السيدة العذراء. وبعد أخذ البركة الختامية، قدم الحضور التهنئة للأب السويد بمناسبة اليوبيل الفضي لرسامته الكهنوتية. مكتب فضائيات نورسات في الأردن يتقدم بالتهنئة للأب السويد بمناسبة اليوبيل الفضي لرسامته كاهناً على مذبح الرب، متمنين له دوام الصحة والعطاء المتميز. افتتحت سمو الأميرة بسمة بن طلال رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية المعرض الدائم لصور تاريخ الحركة الكشفية الذي نظمته الجمعية بمناسبة الاحتفالات بعيد استقلال المملكة 76. وأكدت سموها في حفل الافتتاح أهمية هذا المعرض وما يعكسه من عراقة للحركة الكشفية الأردنية، داعية منتسبي الحركة الذين يزيد عددهم على 75,000 كشاف ومرشدة إلى الانتماء للجمعية ولرسالتها التطوعية والإنسانية. بدوره بيّن أمين عام الجمعية مازن الحمود أن الجمعية عملت على جمع صور تؤرخ مسيرة هذه الحركة منذ نشأتها. بمناسبة إعلان قداسة البابا فرانسيس الأخ شارل دي فوكو قديساً في الكنيسة الكاثوليكية، أقيمت في كنيسة دولوسال لفرير بعمان أمسية صلاة وتراتيل روحية بحضور الأب رشيد مستريح الفرنسيسكاني مرشد الرهبانيات في الأردن والمطران مارون اللحام والأب زيد حبابة رئيس الكنيسة الكلدانية في المملكة وعدد من الأخوة الفرير القائمين على الكنيسة والراهبات وجمع من المؤمنين. وكان الأخ شارل قد انجذب إلى حياة يسوع في الناصرة فرأى فيها الروحانية وليس المكان فقط، حيث عاش هذا القديس حياة تجمع بين الصلاة والتشفع أمام القربان المقدس وبين حضوره كأخ وصديق لكل إنسان يدق بابه، فهو أراد أن يعيش هذه الروحانية بين الخراف المهملة، لذلك ذهب إلى صحراء الجزائر وعاش بين قبائل الطوارق من مسيحيين ومسلمين ويهود، وكان يأمل منهم أن ينظروا إليه كأخ لهم. ويستشهد البابا فرانسيس بخبرة الأخ شار حول الأخوة الشاملة وقال: قاد حلم شارل باستسلام تام لله وحققه من خلال تشبهه بالمهمشين والمتروكين في أعماق الصحراء، وعرب قداسته عن أمله بأن يلهم الله كل واحد منا بهذا الحلم. وفي نهاية الأمسية التي تخللها عرض صور من مسيرة القديس شارل، تبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة العطرة. أقيم في العاصمة العمانية مسقط احتفال رسمي لتدشين كنيسة القديس حارث بن كعب النجراني، وذلك خلال صلاة الشكر التي ترأسها البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا للروم الأرثوذكس. وشارك في صلاة الشكر المطران غطاس هزيم متروبوليت أبرشية بغداد والكويت وتوابعها للروم الأرثوذكس، وجمع من الأساقفة والكهنة إلى جانب ممثل وزير الأوقاف العمانية السيد أحمد البحري وحشد من الرسميين والمؤمنين من مختلف أنحاء الأبرشية. وفي كلمته أكد المطران هزيم أن عمان هي بلد المحبة والسلام والأخوة والتسامح والعيش المشترك، وهذه هي القواعد التي أرساها المغفور له السلطان قابوس الذي قدم قطعة الأرض لبناء هذه الكنيسة عليها. احتفل المعهد الإكليريكي في محافظة بيت لحم باليوبيل الكهنوتي الذهبي للمطران ويليام الشوملي والأب جهاد شويحات والأب لبيب دعيبس، وذلك خلال قداس احتفالي أقيم في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بحضور عدد من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وجوقة الترتيل في الكنيسة وحشد من المؤمنين. المزيد في رسالة مدوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة اليوبيل الكهنوتي الذهبي لسيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتيني في القدس وقدس الأب القانوني جهاد شويحات رئيس المحكمة اللاتينية في الأردن وقدس الأب لبيب دعيبس، أقيم قداس احتفالي في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بحضور سيادة المطران رفيق نهرة النائب البطريركي في الجليل والمطران بولس مرقدس ولفيف من الكهنة ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي.
بدأت الكنيسة بحشد كبير من الراهبات والمؤمنين الذين أتوا من مناطق مختلفة للمشاركة في هذا القداس الاحتفالي، وبوجود جوقة الترتيل التي أحيت القداس. وفي عظة القداس استذكر الأب جهاد كلمات السيد المسيح في العشاء الأخير: لم تختاروني أنتم، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم. إذ أن المعيار الأول الذي استند عليه السيد المسيح في اختياره لتلاميذه هو الحب، فمجانا أحبهم ومجانا اختارهم، أحبهم حتى الموت، وأحب أيضا من لا يستحق هذا الحب. التحية من بيت جالة إلى نور سات في لبنان، في الأردن، في فلسطين، في كل العالم. احتفلنا في هذا المساء بذكرى اليوبيل الذهبي الكهنوتي، هنا كانت بداياتنا. أما عن مشاعرنا في هذا النهار فإننا نذكر المسيح الذي أحبنا، وحبه لنا كان مجانيا، ولا نملك مفردات ولا كلمات تعبر عن مدى محبتنا وسعادتنا بأن السيد المسيح قد اختارنا برغم ضعفنا البشري، وهو أملنا وهو سندنا وهو الذي يقوينا. إن ثبتنا فيه نؤتي ثمارا كثيرة، والحمد لله 50 عاما في الخدمة الكنسية والروحية في الأردن، في فلسطين، في المحاكم الكنسية. حاولنا جهدنا أن نتم رسالة المسيح الخلاصية، وشكر جزيل لأهلنا، لأحبائنا، لأصدقائنا الذين شاركونا هذا الاحتفال، وعلى رأسهم نورسات اللبنانية التي تنقل للمؤمنين أعظم رسالة تبشير وخلاص. الاحتفال باليوبيل الذهبي الكهنوتي ليس تكريم للشخص المحتفل، إنما هي شكر لله على أمانته لوعوده. جئنا اليوم كنا بعض أبناء الصف، إحنا 6 العايشين، 2 توفوا، في ناس ما قدروش يوصلوا، من بارك لهم. فكنا 3، أنا وأبونا جهاد وأبونا لبيب، جئنا نشكر الله على كل ما صنعه معنا مدة 50 سنة، وجينا أيضا نحتفل في نفس المكان اللي تربينا فيه اللي هو المعهد الإكليريكي، لأن الشكر له طابع زماني ومكاني. فبشجع الشباب الصاعد، ما تخافوا من الكهنوت، إذا ربنا دعاكم لا تترددوا. تذكروا الآية: لستم أنتم الذين اخترتموني، بل أنا الذي اخترتكم. فإذا ربنا بيختار هو يحسن الاختيار، والإنسان الذي يلبي الدعوة يكون سعيد في حياته، ولا يكون سعيد إذا لم يلبي الدعوة. الكهنوت هو مغامرة، مغامرة كبيرة. كلمة مغامرة بجوز فيها أمور هيك إحنا ما منعرفها لأنها مغامرة، بس واقعياً اللي بيغامر مع السيد المسيح بيطلعش خسران أبداً. ليش؟ بالإنجيل يسوع قلنا، قال للرسل، استعمل الكلمة أكثر من مرة، قال لا تخافوا، ومرة ثانية كمان ربنا حكى للقديس بولس نظراً لكل الصعوبات اللي ذكرها بولس، كثيرة صعوبات كثيرة، شو قال له ربنا؟ قال له تكفيك نعمتي. هذا البند الثاني، أول إشي لا تخافوا، وثاني إشي تكفيك نعمتي. هلأ البند الثالث وهو النتيجة، خلينا نقول نتيجة للحياة الكهنوتية اللي الكاهن بمر فيها. يعني هي آية من الإنجيل كتير حلوة، جميلة جدا، بتقول هاي الآية: إذا كان الله معنا فمن يكون علينا. واختتم القداس بترتيلة آفي ماريا بصوت الأخت رند الذي صدح صوتها في الكنيسة وفي قلوب الحاضرين.
وبعد انتهاء القداس تم تقديم التهاني للأباء المحتفلين باليوبيل الذهبي والتقاط الصور التذكارية في ساحة الكنيسة على وقع معزوفات من كشافة المجموعة البابوية، كما وأقيم حفل استقبال في باحات المعهد الإكليريكي بوجود المطارنة والكهنة والأقارب. لنورسات مارلين الحدوة من ساحات المعهد الإكليريكي بيت جالة. وسط احتفال بهيج وحضور رعوي لافت لأبناء الرعية، أحيت كنيسة القديس بولس الرسول اللاتين في جبيها الاحتفال بعيد الصعود الإلهي، وذلك في قداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب سامر مدانات. وفي عظة القداس خاطب الأب مدانات الحضور قائلاً: هذا اليوم التاريخي الذي صعد فيه المسيح إلى السماء بجسده الطاهر هو نقطة التحول من الإيمان بيسوع المرئي وبين يسوع الذي لا يرى إلا بعيون المؤمنين، مشدداً في عظته على ضرورة المواظبة على الصلاة والحضور الدائم إلى الكنيسة. من بعد القيامة يصعد إلى السماوات، هو بكر القائمين من بين الموت، يفتتح السماء بجسده التاريخي اللي ولد من مريم العذراء متأنساً بقوة الروح القدس، والذي صلب على عهد بيلاطس البنطي، والذي قام من بين الأموات. هذا اليوم هو الحد الفاصل في تاريخ إيمان المسيحيين كله. هو نقطة التحول من الإيمان بيسوع المسيح المرئي المحسوس بالحواس اللي شافوه واللي لمسوه واللي سمعوه واللي عاشوا معه الرسل، وبين يسوع الذي لا يرى إلا بعيون الإيمان. فالقديس لوقا في كتاباته، أي إنجيل القديس لوقا البشير وسفر أعمال الرسل، يقسم الأزمنة إلى ثلاث: العهد القديم الذي يفتتحه أو يخبر عنه بحضور القديس يوحنا المعمدان آخر الأنبياء، والعهد الجديد اللي بيفتتحه بتعاليم الرب يسوع العلنية وحياة يسوع العلنية بعد المعمودية حتى الصعود حتى اليوم، والكنيسة الناشئة حتى كنيسة اليوم، والذي يفتتح تاريخها بسفر أعمال الرسل. أين ذكر الروح القدس لوحده 50 مرة فقط في سفر أعمال الرسل؟ هذا اليوم هو فاتحة الإيمان بيسوع الذي امتداده هو الروح القدس، يسوع الذي يعلن الكلمة وينشر خلاص البشرية كلها بقوة الروح القدس الذي يعمل في الكنيسة. للمرة السادسة على التوالي افتتحت جمعية سكان حي عمان القديم سوق جارة بالمشاركة مع أمانة عمان الكبرى وجهات أخرى، حيث اشتمل السوق على حرف تقليدية وشعبية متنوعة. وأعلنت الجمعية أنها حرصت هذا العام على تكثيف مشاركة المحافظات الأردنية، وذلك ضمن رؤيتها في توفير الفرصة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين من المنازل للمساهمة في رفع المستوى المعيشي للحرفيين وسيدات المجتمع المحلي، حيث تم في هذا الحفل عرض منتجاتهم البيتية والحرفية في السوق. كما أشارت الجمعية إلى قيامها بتحديث منطقة الأطفال من خلال إضافة ألعاب جديدة وتوسعة المنطقة المخصصة لهم. ويهدف سوق جارة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحركات الثقافية والفنية والسياحية في العاصمة من خلال تبني المشاريع والمبادرات الهادفة لخدمة المجتمع المحلي
وتحسين حياة الأفراد والعائلات. هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق سوق جارة هاي السنة بعد ما كورونا وقفنا سنتين عن سوق جارة، رجعنا الآن وأعلننا بوجود الصحفيين اللي زينوا وجود المؤتمر الصحفي، وإن شاء الله راح افتتح سوق جارة تحت معالي أمين عمان، وراح يكون حاضر معالي وزير السياحة، وإن شاء الله راح تنطلق جبل عمان بسوق جارة بفعالياته اللي هي بترجع الحياة لروح عمان وجبل عمان. احنا كجمعية سكان حي جبل عمان القديم هي الإدارة التي تقوم على سوق جارة بكافة فعالياته بكافة تجهيزاته بكل ما يحتوي. زي ما احنا حكينا بالمؤتمر الصحفي انه احنا عمانا بنحضر للسوق حوالي 3 شهور سابقة، أشركنا معنا جمعية صناع الحرف لغاية اختيار أفضل المنتوجات من صناع الحرف وربات البيوت لإشراكها معنا بسوق جارة. سوق جارة يعتبر فرصة تسويقية لكل من يعمل في البيت أو كل سيدة تقوم بأي منتج وتحاول تسويقه من خلال تجربتنا السابقة في سوق جارة. سوق جارة يرود أكثر من 12 ألف شخص، ما بين سائح ما بين مغترب ما بين ابن الحي ما بين ابن عمان بزوره يوم الجمعة. تنوع منتجات سوق جارة أعطت الفرصة للجميع إنه يشارك، وأعطت الفرصة للجميع إنه يشاهد ويتسوق من سوق جارة. حقيقة هذا السوق يعني رح يكون له أثر إيجابي على السيدات المنتجات، ونتمنى أنه يكون يعني له دور كبير من تسويق منتجات السيدات وتمكين المرأة. طبعا اليوم عملنا المؤتمر الصحفي عشان افتتاح سوق جارة بعد انقطاع سنتين، فرحة كبيرة كتير طبعا إلنا كنا مبين. فإن شاء الله بنتمنى كل خير ويكون مثل ما اشتغلنا له مثل ما تعبنا عليه، والناس كلها متحمسة عم تستنى. اليوم بلشنا بتشغيل مطعم جارة اللي كان اليوم المؤتمر الصحفي لافتتاح سوق جارة اللي بينتظروا الجميع الأردنيين وبينتظروا ناس كثير من الحرفيين اليدويين. صراحة كان في انقطاع سنتين بسبب جائحة كورونا، والحمد لله رجعنا، وإن شاء الله تكون رجعة جيدة للجميع وبنتشرف بالجميع في سوق جارة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومميزة بالتزامن مع احتفالات الكنيستين الشرقية والغربية بعيد الصعود الإلهي على زمنين متقاربين، مع استدلال الدكتورة السمعان بالشواهد الكتابية من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد حول هذا العيد. وقد تلقى البرنامج اتصالا هاتفيا من الدكتور جلال فاخوري الذي قدم مقاربة فلسفية ما بين عيدي الميلاد والقيامة مع عيد الصعود لما لها من تمجيدا لحياة يسوع المسيح الأرضية. فإلى هناك. كان لا زالت عيد الصعود له بالزمنات أهمية كبرى، لأنه هو قمة أعياد السيدية ونهايتها وأعظمها، فكان لها مكانة كبيرة في مجتمعاتنا وفي جماعة المؤمنة المسيحية قبل العنصر. نعم، إنه قبل العنصر طبعا، زي ما بتعرفوا في اليوم يسوع عاش معنا على الأرض بعد قيامته 40 يوم، ومن الآيات التي ذكرت في الكتاب المقدس عن موضوع الصعود يعني بالأناجيل الأربعة، في الأناجيل الأربعة في آيات الذي قال هذا وارتفع إلى السماء وهم ينظرونه ثم حجبته سحابة عن أنظارهم، وهي من أعمال الرسل، ثم اقتادهم إلى خارج المدينة إلى بيت عنيا وباركهم رافعا يديه، وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وأصعد إلى السماء. طبعا يسوع المسيح صعد من جبل الزيتون، وجبل الزيتون كان مأهول بالسكان، في عندك بيت عنيا نعم، والمناطق المحيطة. لوقا وبينما هم يحدقون إلى السماء وهو ينطلق إليها إذ رجلان قد ظهرا لهما بثياب بيض وقالا لهم أيها الجليليون لماذا تقفون ناظرين إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيعود منها مثل ما رأيتموه منطلقا إليها. وأيضا جاء في مرقس 16 ثم أن الرب بعدما كلمهم رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله،
وأيضا يوحنا خرجت من عند الآب، خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم وها أنا أترك العالم وأعود إلى الآب. وأيضا يوحنا 14 في بيت أبي منازل كثيرة ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت لكم فأني ذاهب لأعد لكم مكانا. وأيضا جاءت في رسائل بولس إلى تيموتاوس الأولى وباعتراف الجميع أن سر التقوى عظيم، الله ظهر في الجسد شهد الروح لبره، شاهدته الملائكة، بشر به بين الأمم، أؤمن به في العالم، ثم رفع في المجد. وأيضا يوحنا قال لها لا تمسكي بي فإني لم أصعد بعد إلى الآب، بل اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني سأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فقال أيضا إنجيل يوحنا فقال لهم يسوع أنا باق معكم وقتا قليلا ثم أعود إلى الذي أرسلني. وأيضا بيوحنا الحق الحق أقول لكم إن من يؤمن بي يعمل الأعمال التي أنا أعملها بل يعمل أعظم منها لأني ذاهب إلى أبي. فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان قبلا، أيضا في إنجيل يوحنا وفي أعمال الرسل، وإذ رفع إلى يمين الله وأخذ من الآب الروح القدس الموعود به أفاضه علينا، وما ترونه الآن وتسمعونه هو نتيجة لذلك. كل هذه الآيات، طبعا هذه بعض الآيات التي جاءت في موضوع الصعود التي قيلت وهي نهاية حياة يسوع على الأرض 40 يوما، وكان لابد أن يسوع يقضي 40 يوما مع التلاميذ ليفرح معهم لأنهم هم فرحون بقيامة يسوع رب بالزبط. المجد بالزبط. لأن يسوع الممجد القام من بين الأموات وانتصر على الموت. فرحوا التلاميذ إنه هذا الشخص اللي صار لنا ماشيين معاه هالثلاث سنين وهو يعلم ويبشر، مش معقول إنه هذا البطل يكون نهايته القبر. فكان إنه قيامته انتصار لإلهم، انتصار على هالمسيرة اللي مشيوها مع يسوع حيث تركوا كل إشي وتبعوه تعلموا منه، ففرحوا معهم ومع مريم العذراء إن يسوع قام ممجدا من بين الأموات. فكان لابد أن يقضي معهم 40 يوما، يأكل معهم، يشرب معهم، يحدثهم، يكلمهم عن أشياء كثيرة. هذا الانتصار الكبير تحكي لنا عنه أبونا كمان النظرة اللاهوتية. نعم. أيضا بداية دكتورة بنسميه عيد الوداع، يعني هي آخر لقاء بالجسد بين يسوع وتلاميذه. لنقول الفاصل الزمني ما بين السماء والأرض هو عيد الصعود. يعني آخر لقاء بالجسد وسوف يتم فيما بعد. هذا الرجاء، هذا العزاء، هذا الفرح اللي حضرتك تحدثتي عنه، ما سببه؟ ما سبب هذا الرجاء العظيم عند التلاميذ؟ توصية يسوع، عزاء يسوع لهم عندما قال لهم لن أترككم يتامى، سأبعث لكم الروح القدس. فهالشجاعة اللي بنشوفها وهالفرح العظيم اللي حضرتك أعطيتها المقدمة الرائعة والشواهد الكتابية بالكتاب المقدس اللي لا لبس فيها، يعني مش إنه هيك حدث عابر بواحد من الأناجيل، لا، الأناجيل، الرسائل، الأعمال الرسل، يعني كلها أجمعت على هذا الفاصل الزمني ما بين السماء والأرض، ما بين الاستعداد للوعد الذي قطعه يسوع لهم لن أترككم يتامى. وقبل قليل سمعنا حضرتك بتحكي شواهد الكتاب، عند أبي منازل كثيرة ولو لم يكن لقلت لكم أني ذاهب لأعد لكم مكانا. فالفكرة أنه عيد الصعود مرحلة زمنية فتحت سفر أعمال الرسل وفتحت سفر علية الصهيون. الانطلاقة بهذه الشجاعة، بهذه القوة، لم يبقى منهم من يشكك، لم يبقى منهم من خائف. بطرس اللي كان خائف تقوى، توما اللي كان مشكك أيقن باليقين وبلمس اليدين. فيسوع ما تركهم ومشي، لا، بل أعطاهم هذا العزاء، هذا الرجاء، هذه القوة اللي إحنا اليوم قاعدين نتمتع فيها بسبب مجهود العظيم اللي قاموا فيه بسفر أعمال الرسل. هي الكنيسة الأولى، الجماعة المسيحية الأولى، اللي ما زلنا بالألفية الثالثة، داخلين على الألفية الثالثة، وكنا ما زلنا بهذا الفرح، هذا الرجاء، هذه القوة التي تعزينا بصعود يسوع، فنطلب منه بالصلاة أن أصعدنا، ارتقي فينا، ارفع مستوانا، خلي كلامنا يكون موزون،
خلي ألفاظنا تكون طيبة وحلوة، اصعد فينا يعني ارتقي فينا، يعني خلي مستوانا، لأنه إحنا البشر في عنا أخطاءنا وهفواتنا وأرضياتنا وشهواتنا بتنزلنا لتحت. هاي أنا بسميها الشهوات الجاذبية نحو الأرض، زي قوة الجاذبية تبعت نيوتن. نعم. ولكن مش بس 9.9 قوة أعلى بتشدنا للأرض، ولكن صعود يسوع هو هذا اللي أعطانا الارتقاء. كل ما نظرنا إلى السماء، إلى هذا الحدث المفصلي الهام في تاريخ الكنيسة، كلما انتقلنا وصعدنا وارتقينا. نعم. سر الصعود يرتبط بالميلاد والقيامة لاكتمال هذه الشخصية وهذا الجسد المسيحي، فغير مفصول عن الميلاد ولا عن القيامة. نعم. الناحية الثانية أن الصعود يؤكد أمجاده في الأرض، أمجاد السيد المسيح في الأرض، وليربط بين الإنسان والسماء هذا الرباط لأسمناه الصعود، هو وجود السيد المسيح ما عاد على الأرض، عاد في السماء. نعم. بمعنى ثاني أن سر الصعود هو مرتبط بوجود الإنسان كإله صغير على الأرض ومرتبط بالميلاد والقيامة. يعني أرجو التأكيد على الناحيتين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البطريرك ثيوفيلوس يرعى حفلة تخريج طلبة مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس بالأردن. البطريرك باتسابالا يترأس الاحتفال بمرور 35 عاماً على تأسيس الأمانة العامة للشبيبة المسيحية. بيت جالا تحتفل باليوبيل الكهنوتي للمطران ويليام الشوملي والأب جهاد شويحات والأب لبيب دعيبس. كنيسة القديس بولس الرسول التي في جبيها تحتفل بعيد الصعود الإلهي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.